انا جايه لكم النهارده ولابسه ابيض وسني عدى ال 25 الحمد لله، وكمان ارتبطت. ناقص بس 10,000 جنيه عشان اخش حفله روب. في حاجة جديدة حابة اقول لكم عليها النهاردة، هي ان الفنانة روبي حطت شروط لحضور حفلها في الساحل. ايوة زي ما بقول لكم كده، شروط دخول حفل الفنانة روبي. تحس كده ان احنا داخلين نقدم على فيزا او وظيفة جديدة في البنك. بصراحة مش فاهمة ده ايه. اول حاجة الاسعار، اللي بتبتدي من 1000 جنيه لحد 25,000 جنيه، يعني سعر تذكرتين في اي بي يفتحوا مشروع. ده احنا بنكح تراب والله يا مدام روبي. احيانا يا محمد. في حاجه تانية بقى مقصره في نفسيتي قوي، انك لو مش مرتبط او مش مصاحب مش هتقدر تدخل الحفله. يا كئيب يا سنجل. مفيش ست، مفيش حب، مفيش عيال، مفيش عربيه، مفيش داعي. يلا يا عبد. في شرط تاني بقى مش لاقيه له اي تفسير، انه ما يقلش عمرك عن 25 سنه. اخيرا حد نصفكم يا مواليد التسعينات يا بائسين، ما هو الاندر ايدج واخدين منكم كل الحفلات. يا ابن المحظوظه يا فوزي، ده زمن وهايص. اما الشرط الثالث والغريب هو انك لازم تلبس هدوم بيضه. طب يعني انا هوفر سعر التذكره ماشي، اما اروح اشتري حاجه بيضه كمان البسها؟ امال سطر الجلاليب البيضه بتاع صلاه الجمعه اللي بيلبسها باباك اثرت معاك في ايه؟ اخش اجيب لك سطر الجلاليب من جوه. بخصوص بقى الشرط الرابع، وهو ممنوع ارتداء الهوت شورت. ازاي يا جدع؟ الله العظيم بالله، انت ازاي؟ هوت شورت ممنوع في الساحل؟ دونت ميكس بصراحه خالص. وديع، الرجاله دي مش لابسه بنطلوناتها ليه يا وديع؟ انا مش هستغرب الشرط ده لو الحفله معموله في مكان رسمي زي الاوبرا او القلعه، اي حاجه من الحاجات دي. الفكره نفسها ان روبي اصلا في كل حفلاتها بتكون لابسه الهوت شورت. تفتكروا بقى هتلبس ايه في الحفله دي؟ الشرط الخامس، وهو ممنوع استخدام العنف. العنف مش عارفة يعني ايه عنف، والمفروض كل اللي داخلين الحفلة مرتبطين اصلا. لا بقول لكم ايه، حتى لو متجوزين بيحبوا بعض قوي قوي. كده راني متجوزة ومخلفة، ان الواحد منهم يروح المدرسة دي مصدر واحد عيلك. بس في الاخر يا ترى انت منطبق عليك كام شرط عشان تدخل حفلة روبي؟